أهلا بكم من جديد. وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة للقاء مسؤولين عراقيين لبحث مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب من سوريا. ويسعى شانهان لطمأنة الحكومة العراقية حيال نيات البنتاغون، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بمراقبة إيران من القواعد العراقية. دون سابق إنذار حط وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان في بغداد حاملا معه ملفات حساسة تتعلق بمصير الوجود العسكري الأمريكي في العراق الذي بات محل جدل. محطته الأولى كانت اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لقاء كان مطولا لكن تفاصيله لم تتجاوز حدود الجدران. وصل اليوم القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية محاولا أن يتفاوض مع الحكومة العراقية لإعلان أهداف استراتيجية لأمريكا في موضوعة بقائها على الأراضي العراقية بالقرب من إيران ومراقبة له، وبنفس الوقت معرفة الخطط التي يمكن أن تضعها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاطي مع قانون ترحيل هذه القوات. قبل الزيارة بيوم واحد اجتمع تحالفا سائرون والبناء بعد طول خلاف ليتفقا على كتابة مسودة قانون في البرلمان يمنح الثقة عبر الأغلبية النيابية التي يمتلكانها لجدولة خروج القوات الأمريكية من 5 قواعد غربية وشمالية البلاد، في تطور سياسي لافت يعكس تصفية الحسابات بين الخصمين اللدودين. لا يوجد أي اتفاقية ولا قانون ولا مبرر لبقاء القوات الأمريكية بالأرض العراقية. الذي يفكر ببقاء القوات عليها أن يأتي باتفاقية جديدة. إذا نريد نقول يجب أن تبقى القوات الأمريكية يجب أن نسوي اتفاقية جديدة. اتفاقية احنا اتفقنا ونسحبها، ما عندنا شيء بعد جديد. لكن كبار قادة العسكر في وزارة الدفاع العراقية لا يترددون في الإعلان في مناسبات عديدة عن حاجة الجيش العراقي لوجود المستشارين الأمريكيين فيما يتعلق بالتدريب والغطاء الجوي والدعم اللوجستي لتأمين نصف مساحة البلاد الغربية والشمالية. لكن ملف تواجد أكثر من 6000 جندي أمريكي بات أكبر عقبة يواجهها رئيس الحكومة عبد المهدي أمام ضغوط إيران الجارة الشرقية التي لا يستهان بنفوذها في العراق. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. ولتعليقه على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد معتز محيي، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية. أهلا وسهلا بك أستاذ معتز. يعني هذه الزيارة المفاجئة تأتي في وقت يبحث فيه البرلمان العراقي تمرير قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق بعد أن اجتمع تحالفا بناء وسائرون بعد طول خلاف. القوات الأمريكية تبرر وجود قواتها بطلب من الحكومة العراقية. ما الذي سيبرر الوجود الآن ما إن مرر البرلمان العراقي هذا القانون لجدولة خروج القوات الأمريكية من العراق؟ الزيارة كانت متوقعة، يعني كانت القوات الأمريكية محور تصريحات استمرت أكثر من 3 أسابيع ماضية داخل أروقة البرلمان وداخل كذلك الحركات السياسية والأحزاب السياسية المؤتلفة في داخل بودقة الوزارة العراقية، وهذا دلالة كبيرة جدا أن هناك ضغط من قبل البرلمان على الحكومة العراقية لإيجاد صيغة جديدة لوجود القوات المتواجدة في أكثر من 6 أو 7 قواعد موجودة في العراق. ولهذا كما توقعت سوف تكون هناك رؤية جديدة لوجود هذه القوات بعد أن تأكد بأن هناك أكثر من عملية عسكرية سوف تساعد القوات العراقية القوات الأمريكية في غرب الأنبار، خصوصا بعد أن يتم انسحاب القوات الأمريكية من التنف السوري باتجاه الحدود العراقية بشمال الإقليم الكردستان أو داخل غربي الأنبار باتجاه عين الأسد وبقية القواعد القريبة منها.
ما هي ملامح هذه الرؤية أو هذه الانتشار الجديد ربما للوجود الأمريكي في العراق، خصوصا مع رفض كتل سياسية بشكل تام هذا الوجود؟ في المقابل هناك من يطالب بإبقاء القوات الأمريكية لأن الوضع ما زال غير مستقر في العراق وما زال هناك حاجة لهذه القوات. طبعا هنالك النواب كانوا صريحين في داخل البرلمان وخارج البرلمان، خصوصا نواب محافظات الأنبار، بأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى تحمي الحدود وعدم رجوع قيادات داعش القريبة من المدن الحدودية في محافظة الأنبار. وكذلك هنالك رؤية بأن القوات الأمريكية أيضا لها قابلية على التصدي لأي خروقات حدودية، لأن القوات العراقية لحد الآن لم تتمكن بأن تكون مستعدة استعداد عسكري واستعداد تدريبي باستخدام الأسلحة الحديثة للدفاع عن مساحة واسعة من حدود العراقية السورية. وكذلك لا ننسى أن الجانب السوري لا يزال ضعيف في الأداء والتعاون أيضا مع الحكومة العراقية في التصدي لتلك القيادات المسلحة التي تصول وتجول وأيضا تدخل إلى مناطق قريبة من جزيرة الفرات وغيرها من المناطق التي كانت مستباحة من قبل هذه المسلحين. إذن في هذه الرؤية نجد هنالك أيضا شهود عيان شاهدوا تحركات كبيرة جدا للقوات الأمريكية من عين الأسد باتجاه الحدود قبل أيام، دلالة كبيرة هنالك ضربة قوية لقيادات داعش بالتعاون مع القوات العراقية الموجودة بالقرب من الحدود. معتز محيي رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد.